أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من قبة البرلمان. في البداية نسلط الضوء على اجتماعات اللجان البرلمانية، فالمطبخ البرلماني لهذا الأسبوع يتناول المرافق الخارجية حقوق الإنسان. جميعها لجان برلمانية كان لها صدى مميز في اجتماعاتها، فلنتابع مع الحدث. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة 363 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، والمرافق للمرسوم الملكي رقم 16 لسنة 2014. كما وافقت اللجنة في اجتماعها على مشروع قانون بتعديل المادة 393 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب. أما لجنة المرافق العامة والبيئة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بشأن البريد المرافق للمرسوم الملكي رقم 76 لسنة 2013، حيث استعرضت اللجنة توصياتها بشأن مواد مشروع القانون، وقررت اللجنة الموافقة على القانون. اللجنة ناقشت أيضا مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، وارتأت اللجنة تأجيل البت في القانون إلى الاجتماع المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أول شيء بشأن اللهو لجنة المرافق، طبعا لجنة المرافق وافقت على قانون اللهو تنظيم اللهو العمارات والمباني المبنية وتنشأ على أرض الواقع. هناك يعني في بعض المواد اللي هي يعني نطلب أن تكون تتفعل من قبل وزارة البلديات، وهي هناك عدد من المخالفات التي يعني يمكن لاحظت في الأوان الأخيرة ظهرت كظاهرة سيئة مثل ما نقول، بأسباب عدم اللي هو الرقابة الصحيحة من قبل الوزارة. فهذا القانون سوف يكون ينظم العديد من الأمور اللي هو من جهة المقاول ومن جهة صادر الرخصة البناء ومن جهة اللهو المهندس. فإذا كان هناك من أحد هؤلاء الثلاثة يعني ارتكب أي مخالفة، سوف يتم إيقاف البناء وأخذ من اللهو المعدات البناء يتم حجزها من قبل البلدية، كذلك أن يتم تحويله للنيابة العامة، والنيابة العامة هي تقر من هو المخالف، وتقريبا مبلغ يعني مبلغ ما يقارب حوالي 1000 دينار أو على حسب المبلغ الكلي من المشروع البناء. فيما عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعها هي الأخرى، وكان أهم ما دار في هذا الاجتماع هو ما صرح به النائب عبد الله بن حويل لقبة البرلمان. تم تناقش كثير من المواد وأخذ مرئيات الأمم المتحدة وأخذ مرئيات جميع الجمعيات الحقوقية في البحرين، وهناك توافق على أغلب المواد أن البحرين دولة حقوقية وأن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح، والقانون الآن في مجرى انتهاء هذا الأسبوع وتحويل هيئة المكتب وإدراجه على جدول الأعمال لمناقشته في البرلمان أمام الجميع وبحضور مفوضين سامية في البحرين وجميع الأخوة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وهذا المشروع هذا القانون قانون يعني مهم يخدم كل مواطن على هذه الأرض أو مقيم في أرض مملكة البحرين، وأن مملكة البحرين دولة يعني تحرص على حقوق الإنسان في جميع المجالات، وهناك تقدم وهناك ورش عمل وهناك مؤتمرات وهناك أمور كثيرة تناقش للتوضيح أي ما يتعلق بحقوق الإنسان. وفي الحقيقة بدوري كوني نائب رئيس بهذه اللجنة أشكر الأخوة وأشكر جميع الجمعيات الحقوقية في مملكة البحرين على حضورهم معنا ومناقشتهم لهذا القانون، كذلك نشكر
الفريق التقني الموجود في مملكة البحرين على الحضور والمساهمة وتوضيح كثير الأمور ما تخدم البحرين وترتقي إلى الدول المتقدمة. بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بشأن الإعلام والاتصال المرافق للمرسوم الملكي رقم 20 لسنة 2014، وقد ارتأت اللجنة تأجيله لإخضاعه لمزيد من الدراسة، في حين أقرت اللجنة السلامة الدستورية بشأن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 66 و 67 من قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012. كما وناقشت اللجنة أيضا الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باعتماد نظام الرسائل النصية التي ترسل إلى المواطنين عبر الهواتف حول كافة الأمور التي تتعلق بالقضايا المدنية والجنائية والتنفيذ بجميع درجاتها ومنع السفر وكل الأمور التي تتعلق بالخدمات التي تقدم إلى المواطنين من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وقررت اللجنة تأجيل البث في الرغبة لحين الالتقاء بمقدمي الاقتراح. اجتماع 23 بحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية ناقشت بعض الأمور المدرجة على جدول الأعمال من ضمنها قانون المحاماة، وأطلعنا الوزير على ما وصلت إليه اللجنة في مناقشة هذا القانون المهم، وسوف توافينا الوزارة بمرئيات حول هذا القانون. كما تم مناقشة قانون العنصر الأجنبي، القانون هذا كذلك مهم من القوانين التي تحتاج لها مملكة البحرين مع انفتاحها على العالم، ولابد أن يكون هناك قانون ينظم العلاقة ذات العنصر الأجنبي. فناقشنا نقاش مستفيض مع معالي الوزير، ومن ثم ننتظر المرئيات النهائية من الوزارة. كما أقرت اللجنة في هذا اليوم تخصيص مقترح برغبة لتخصيص مسارات خاصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في الوزارات والخدمات التي تقدمها الدولة من أجل سرعة حصول المواطن على الخدمة وعدم تعطيل وقته في الطوابير التي نراها جميعا في جميع الوزارات. هناك مقترحات أخرى سوف يتم الالتقاء بمقدم المقترح لأن هناك ملاحظات حول هذه المقترحات. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 والمرافق للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2014. كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة فصل للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1987 بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه، وقررت اللجنة تأجيل البث في القانون لحين الالتقاء بمقدمي المقترح. اللجنة المالية اليوم في مجلس النواب اجتمعت في أكثر من مشروع بقانون مقترح بقانون تم مناقشته على جدول الأعمال، أحدهم هو مشروع إدراج مدققي الحسابات من ذوي خبرة في الإدارة أو ديوان الرقابة المالية والإدارية من ضمن سجلي مدققي الحسابات اللي ما كان يسمح لهم الآن هذا التعديل يسمح لهؤلاء بالدخول في أو فتح مكاتب خاصة لهم كمدققين حسابات. أيضا ناقشت اللجنة موضوع أو بدأت في مناقشة قانون الشركات التجارية الجديد اللي جاءنا من الحكومة، وهو قانون مهم جدا اليوم مناقشته، تعديل قانون الشركات التجارية. كثير من القيود اللي يضعها القانون الحالي عالجها القانون الجديد وأزال بعض القيود من أجل فتح الاستثمارات وتعديل أوضاع كثير من الشركات وجذب الاستثمارات. لم تنتهي اللجنة حاليا من دراسة جميع مواد القانون، ولكن قضت أكثر من النصف، وبالتالي يتبقى النصف الآخر إن شاء الله للاجتماع القادم. نأمل إن شاء الله أن ننهيه قريبا على أساس نرفع إلى مجلس النواب. فنحن في بلد القانون والمؤسسات، لأن هناك عوائل وأسر انهدمت.
كلام جيد على هذا السؤال حقيقة مع الرئيس. أنا تقدمت السؤال إلى سعادة وزير الإسكان ودعم جميع المشاريع التي لها علاقة بالصحة. أهلا بكم مشاهدينا. سيخصص مجلس النواب في جلسته القادمة جزء منها لمناقشة موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول مشكلة هروب خدم المنازل والتي أصبحت تشكل ضررا كبيرا على المجتمع وعلى المواطن البحريني. لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام والحيوي بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين، معنا سعادة النائب عبد الحميد المير عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب. بداية نرحب بك سعادة النائب في استديو قبة البرلمان. أهلا وسهلا وشكرا على استضافتي في هذا البرنامج. كما ذكرنا سعادة النائب أن هذه الظاهرة تشكل أو تؤرق المجتمع البحريني والمواطنين، ألا وهي مشكلة هروب الخدم. تفضلت بطرح سؤال على سعادة وزير العمل، نتكلم عن هذا السؤال وأهم ما جاء من ردود من قبل الوزير. نعم، تقدمت بسؤال بسبب هذه الظاهرة التي تزعج المجتمع البحريني بأكمله والمقيمين أيضا الذين لديهم عمالة منزلية سواء خدم أو مربية أو زراع أو سائق. والمشكلة صراحة تفاقمت بشكل كبير جدا لا يمكن السكوت عليه، فتقدمت بالسؤال وطلبت من الوزير بما معناه ما هي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للحد من هذه الظاهرة، وما هي الإجراءات التي أيضا تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لمنع من يضبطون من العمالة الهاربة من الدخول للبحرين مرة أخرى ووضعهم في القائمة السوداء. والشق الثالث أيضا، ما هي الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل مع وزارة الداخلية لأيضا معاقبة أرباب العمل الذين يهربون الخدم أو من غير أرباب العمل الذين يشغلون الخدم بطريقة غير شرعية، وما هي الإجراءات التي تتخذ ضدهم. نعم سعادة النائب، ما كانت نسلط أيضا على نسلط الضوء الآن على رد وزير العمل من خلال الردود، هل وجدتم بأن هذه الإجراءات صارمة أو تحتاج بالفعل إلى تعديل أو تحتاج إلى أن تكون أكثر شدة وأكثر صرامة بالتعامل مع هذه الظاهرة؟ نعم الأخ الكريم جميل حيدان. نعم. الوزير مشكورا، كان الجواب مفصلا ودقيقا وذكر فيه أن هناك إجراءات صارمة. نعم. وذكر أيضا القوانين التي فيها السجن وفيها غرامة وفيها عقوبة وفيها تسفير وفيها منع من السفر. نعم. والرد جميل في الحقيقة جدا على اسم الوزير، ولكن التطبيق، قال الوزير مشكورا أنهم يطبقون الآن جزء كبير من من القوانين والتشديد، ولكن أيضا قال أننا نحتاج إلى وقت أكثر لمزيد من الإجراءات والضبط والتفتيش وربما مزيد من الموظفين لهذه العملية، لأن العدد أصبح كبيرا جدا مع الأسف. نعم. وعندي الأرقام هنا تطلعنا سعادة النائب على بعض الأرقام أو الإحصائيات التي وردت من قبل وزارة العمل. نعم، مثلا في جدول هنا زودني به الوزير أن 2009 مثلا كان الهروب بلغات الهروب 1217 هارب سواء إناث أو ذكور، ومعظمهم أعتقد من الإناث، والبلاغات الملغية في تلك السنة 821. فالفرق بينهم ملغية حلت سافرة وكذا انتهت المشكلة، فالفرق بين هذين الرقمين تقريبا 500 ما زالوا في الشوارع أو في البحرين موجودين. تحولت الظاهرة إلى ظاهرة العمالة السائبة. نعم بالضبط، وفي سنة 2010 قفز الرقم إلى 1580 والبلاغات الملغية 1097، أيضا بقى الفرق 500 أخرى. نعم. في البلد سائبة. 2013 1595 بلاغ هروب، و 2013 2011 و2012 مع الأسف وصل الرقم إلى 2028 بلاغ هروب، والبلاغات الملغية مع الأسف تقل أصبحت 78. نعم. تقريبا 2000 إلا قليل أيضا أضيفوا إلى 500 في البلد، و2013 نفس الرقم تقريبا أو يقترب من 1413 هارب في 2013. هل قمتم بسؤال سعادة الوزير بأن رغم الإجراءات والقوانين التي ذكرها والتي قال بأنها شديدة أو صارمة، هل قمتم بسؤالها لماذا هناك تزايد في عدد الهروب؟ نعم، هو أجاب بأنهم
يعملون في هذا الشأن، ولكن ربما هناك العدد بالضبط ناقص والتنسيق. هم بدأوا التنسيق مع وزارة الداخلية، ولكن ربما يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر وصرامة أكثر وجدية أكثر. فهؤلاء الخدم موجودون يعني، ويعني أو قصدي يعني هذه مع الأسف المراقص والديسكوهات موجودون فيها، فلو هناك حملات تفتيش أكثر سيضبطون بكل سرعة إن شاء الله وكل سهولة يعني. وأنا طرحت ذلك فيما بعد. نعم سعادة النائب، نتكلم أكثر أيضا على الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل، خاصة إذا قامت بتسفير العامل الهارب. هل تعتقد بأن عدم دخوله إلى المملكة أو إلى البلد مرة أخرى هل هو حل جذري فعلا، أو هل تعتقد بأن هذا الحل سوف يكون جزء من حل هذه المشكلة؟ هذا الحل ممتاز، ولكن مع الأسف أعتقد أنه قليل الآن جدا ومحدود، لأنه أكيد سيكون رادع للآخرين إذا منعوا. بل أني طلبت في اقتراح برغبة آخر لوزير العمل أيضا الحكومة للتنسيق مع دول مجلس التعاون والأردن والدول الصديقة معنا بعدم دخولهم على الأقل مجلس التعاون والأردن، لأن إذا العامل أو العاملة علم أنه إذا هرب فإنه لن يدخل دول مجلس التعاون فسيحتاط وسيحترم قوانين البلد. نعم. ونحن طبعا لسنا ضد العامل أو العاملة. نعم. لا يفهم المجتمع أو مع الناس أن نحن ضد العامل، بالعكس العامل له حقوق وديننا الحنيف ضمن حقوق العامل، ولكن أيضا هناك كفيل له حقوق. نعم. وتضيع حقوقه مع الأسف، والأموال التي صرفها أنتم تعلمون 900 دينار و 850 و 950. نعم، أصبحت ثم بعد عدة شهور أسعار العمالة. نعم. العمالة وجلب العمالة أسعار مرتفعة جدا لذلك. اسمحي لي يعني وزارة الداخلية مسؤولة، بعد شهور أو سنة يأتي العامل، حتى العامل في المحلات التجارية بعد 3 سنوات، عندي أمثلة هنا يمكن أذكرها بعد قليل تحبين. نعم. ويقولون له يعني يقولون له الجوازات للكفيل من فضلك يجيب تذكرة، يعني يعني أين القوانين؟ من فضلك يجيب تذكرة، أول شيء يطبق القانون عليه ويعطي غرامة أو عقوبة وبعدين يجيب التذكرة، وحق الكفيل شلون يجيب تذكرة؟ هذه صرف عليه، لا الكفيل له فلوس. نعم، كيف يمكن أنتم كسلطة تشريعية أن تخلقوا هذه الموازنة، أن توازنوا بين حق الكفيل، حق يعني حتى المواطن أو حق يعني حتى حق العامل؟ نعم. كيف هل هناك ثغرات قانون ممكن تكون في القانون هي وراء انتشار هذه الظاهرة وزيادة هذه الظاهرة في المجتمع البحريني؟ والله مع الأسف زيادة هذه الظاهرة معناها أن العامل أو العاملة مطمئن من العقوبة، فهذه الأرقام تدل على هناك اطمئنان. هذا يعني بأن العقوبات غير صارمة. نعم، ممكن نضرب مثال يعني. نعم، كان نجار 3 سنوات هارب من 7 سنوات، ويعني يقول له واحد بحريني أنت ليش ما تروح تشتغل في شركة يعطونك راتب ممتاز، أنت ممتاز في النجارة. قال له أنا مرتاح كذي 7 سنوات. قال له بس يمكن يقبضون عليك. قال ما في مشكلة، أنا سويت فلوس كثيرة، وأنت ما في مشكلة وقبض علي سفروني، أنا عملت مبلغ كبير. نعم. إذن هو مطمئن من العقوبة مع الأسف. نعم، نتحدث اليوم سعادة النائب عن دوركم أنتم كسلطة تشريعية، لماذا لا يتم هناك تعديل في القوانين وإيجاد قوانين صارمة ربما تكون توجد حل جذري لحل هذه القضية؟ هو في الحقيقة قوانين موجودة، لا ليس هناك متسع لقراءتها، وهي موجودة في رد الوزير. نعم. فيها حبس وفيها غرامة وفيها عقوبة، ولكن لا تطبق. غرامات من بدأوا يطبقونها يعني مشكورين. نعم. قال بدأوا يطبقون، ووزارة الداخلية مشكورة سفروا في الفترة منذ عدة أشهر أكثر من 700 عامل، وعندهم يعني هذه مكان الإجراءات في طول. نعم. التنفيذ والتطبيق، وعندهم مكان إيواء لثلاث 300 مخالفين مع الأسف فيسفرونهم ويأتي 300 آخرين، الرقم كبير الآن. الوزارة الداخلية تقوم بدورها، ولكن نحن نطلب منها أن تقوم بدور أكبر مع الأسف. نعم، نتكلم، تحدثنا عن دور وزارة العمل، تحدثنا عن دور وزارة الداخلية، وتحدثنا أيضا عن دور السلطة التشريعية. هل تعتقد سعادة النائب أن هذه المشكلة أو الظاهرة ربما تكون مشكلة مجتمعية، ظاهرة مجتمعية؟ نعم، المجتمع مسؤول أيضا عن هذه المشكلة، وقد قلت ذلك في الجلسة، فليس وزارة العمل والداخلية والخارجية لما تطرق لها بعض السفارات مسؤولة، وإنما أيضا المجتمع بأكمله مسؤول. فالذي
من المجتمع المواطن يشغل أو يقبل أن يشغل عامل أو عاملة ليست رسمية وهي هاربة من مواطن زميل له أو أخ له، يعني فهذا هو مشترك في المشكلة مشترك والجريمة طبعاً. ويشجع على عليه على الدخل، يعني هو يؤويهم ويعطيهم دخل يخليهم ما يحتاجون للكفيل الأصلي. ولكن هناك عقوبات كما ذكر سعادة النائب رادي عليها لمن يقوم بإيواء عامل هارب نعم، هل تعتقد بأن هذه العقوبات ستكون بالفعل رادعة لمن يقومون بهذه بالمشاركة بهذه الجريمة؟ العقوبات نعم التي ذكرها الوزير من الداخلية والمحاكم رادعة فعلا، ولكن مع الأسف نحتاج إلى تطبيقها. يعني هناك سجن وهناك غرامة من 2000 إلى 4000 دينار، يعني تصل إلى 4000 لمن يشغل أي عامل بطريقة غير رسمية. نعم، سؤالي الأخير سعادة النائب، الجلسة القادمة سوف تطرح هذا الملف، ملف هروب الخدم، ماذا تتوقع؟ هل ستوصلون إلى حل مع وزير العمل بهذا الشأن؟ نعم، نحن لا نريد أن نحمل وزير العمل كما قلت لوحده المسؤولية، فمسؤول مع وزير العمل وزارة الداخلية ووزارة الخارجية التي لم نتطرق لها والسفارات، فوزارة الخارجية أيضا مسؤولة للتنسيق مع السفراء هذه البلدان، لأنه مع الأسف هناك مشكلة. ما هو المتوقع يعني أن تدو، يعني ما هي المقترحات أو ما هي على جدول الأعمال سوف يطرح هذا الملف؟ ما هو دوركم سيكون يوم إن شاء الله في الجلسة القادمة لبحث هذا الملف؟ أعتقد الدور الأهم لنا أن يطبق القانون أولا، ثم نرى إذا هناك قصور فيه بإذن الله نحن مستعدون لأي تعديل، ولكن القانون فيه 90% يكفي أعتقد لذلك. نعم، سعادة النائب عبد الحميد منير، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا جزيلا. مشاهدينا، نذهب إلى فاصل قصير ونعود لمتابعة ما تبقى من الحلقة. أهلا بكم مشاهدينا، خصصنا هذه الحلقة للحديث حول تنظيم العمليات السياسية ودور الجمعيات السياسية المختلفة في مملكة البحرين، ومعنا عبر الهاتف النائب خميس الرميحي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب. بداية سعادة النائب، تناقش لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والمعد في ضوء الاقتراح المعدل أو المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية والمرافق للمرسوم رقم 35 لسنة 2012. سعادة النائب، حدثنا أكثر إلى أين توصلتم من خلال اجتماعاتكم المختلفة مع الجهات ذات العلاقة؟ أولا أشكركم على هذه الاستضافة، وأشكر وكل التحية إلى مستمعي ومشاهدي تلفزيون البحرين. طبعا هذا القانون هو الحقيقة كما تفضلتي وذكرتي، فهو قانون مصاف على ضوء مقترح مقدم من مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني،
وأيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بناء على مرئيات حوار التوافق الوطني. وهذا المشروع القانون هو الحقيقة من حسن الطالع ومنين الطالع أنه مر من مجلس النواب الجلسة قبل الماضية، وهو الآن طبعا وافق عليه مجلس النواب وحيل إلى مجلس الشورى. مجلس الشورى إذا كان هناك أي تعديلات على هذا القانون سوف تعيده بالتعديلات إلى مجلس النواب. أما إذا هي وافقت مجلس النواب على هذه المواد فهو سوف يرفع إلى جلالة الملك التصديق عليه وإصداره كقانون. هناك طبعا مواد أجري عليها تعديل وكثيرة، وهناك أيضا مواد جديدة صيغت وأدخلت على طبعا هذا المشروع. هو كما أشرتي وتفضلتي بذكر بأنه هو تم دمج المقترح بالقانون الذي رفع إلى الحكومة في الفصل الثاني مع المشروع الجاء من الحكومة أيضا، وتم دمج المشروعين وصياغتهم على قانون جديد. من أهم طبعا التعديلات التي طرأت على هذا القانون أو هذا المشروع، هناك المادة الرابعة في المشروع وهي متعلقة بعدم اعتماد المرجع المنبر الديني كمرجعية للجمعية السياسية. نعم، هذا سؤالي بالتحديد الآن سعادة النائب. القانون المجمع يحتوي على 23 مادة مختلفة كانت محل شد وجذب كما أعتقد، كان أهمها حظر استخدام الجمعيات السياسية للمنبر الديني كمرجع لها، وعدم توجيه أيضا برامج لخدمة أغراض طائفية أو الإضرار بالاقتصاد الوطني. وضح لنا أكثر هذه المادة. طبعا هذه المادة كانت من طبعا اللجنة لم تأتي بتعديل هذه المادة من فراغ، وإنما تم الالتقاء بعدد من ذوي الاختصاص سواء كان مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة. وأيضا هناك بكل تأكيد تم طبعا التقاء بأعداد كبيرة من ذات الاختصاص أو من ذوي الاختصاص. وبالتالي فتم التوافق على يعني إبعاد المنبر الديني عن العمل السياسي، وهذا أعتقد يصب في خانة هذه الجمعيات. كما نعلم بأن طبعا تأسيس المنبر الديني أعتقد لا يخدم العملية السياسية في البحرين، وقد يضر أيضا حتى بالبنيان المجتمعي في مملكة البحرين. أيضا هناك مواد كثيرة، يعني هذه مادة واحدة من مواد كثيرة تم طبعا التعديل عليها، من ضمنها طبعا عدم قبول الهبات والتبرعات من الخارج، عدم فتح استماع فتح مكاتب خارج مملكة البحرين. طبعا اللجنة اعتمدت النص السابق في القانون السابق واعتماد سن 21 هو السن القانوني للاشتراك في الجمعية السياسية، ويكون هناك رأي أيضا لتخفيض هذا السن. سعادة النائب، نتكلم أيضا عن من خلال القانون هناك يوجب على الجمعيات السياسية نشر الموازنات السنوية والحساب الختامي الخاص بها في إحدى الجرائد اليومية المحلية. طبعا هذا سيكون على نطاق وزارة العدل، ونص أيضا على تطبيق قانون الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية. نتكلم عن هذه النقطة نأتي على ذكرها. طبعا من المواد أيضا كما تفضلتي هو يجب أن يكون هناك نشر في الحساب الختامي في الجريدة الرسمية، وترك الخيار أيضا الحرية أو بنشر في إحدى الصحف المحلية أو بالصحف المحلية نشر الحساب الختامي. أيضا تطبيق قانون الذمة المالية على أعضاء مجلس إدارة الجمعية باعتبار أن هذه الأموال المنقولة وغير المنقولة للجمعية هي أموال عامة من الواجب الحفاظ عليها. أيضا هناك النشرات الدورية التي تصدرها بعض الجمعيات السياسية
طبعا جعل او جعل او كانت او جعل في هذا النص ان تخضع لاشراف الوزير المختص بالاعلام واعتبار رئيس التحرير مسؤولا مباشرا عما ينشر في هذه الجرائد. اذا راينا يعني في الفترات الماضيه بان بعض النشرات الجمعيات السياسيه تخرج عن اطار المخصص لها من النشر وتقوم بنشر الحقيقة وتنشر أكاذيب وتنشر بعض الفبركات التي تؤثر على البنيان المجتمعي وتثير الفتنة الطائفية في البلاد. فلذلك يعني هذه من المواد التي سعادة النائب، القانون أعطى وزير العدل حق إحالة الجمعيات السياسية التي لا تلتزم بالمعايير أو طبعا من حق وزير المختص بشؤون العدل طلب من المحكمة الكبرى حل الجمعية إذا خرجت عن أهدافها وعن الغرض التي أنشئت من أجله. فمن حق الوزير المختص بشؤون العدل طلب حل هذه الجمعية. وكثير من المواد الحقيقة التي لا تحضرني ذكر هذه المواد طرح عليها التعديل. كيف سوف تراقبون أنتم كسلطة تشريعية تطبيق هذا القانون بالتعاون مع السلطة التنفيذية؟ يعني الآن القانون الآن في مجلس الشورى، والأخوة في مجلس الشورى أيضا لهم رأي في ذلك، ونتمنى أن هذا القانون يخرج من مجلس الشورى قبل انتهاء دور الانعقاد الأخير. وبالتالي فصدور هذا القانون طبعا يتيح للوزارة المعنية بشؤون العدل وهي وزارة العدل والشؤون الإسلامية مراقبة عمل هذه الجمعيات وإحالة من يخالف هذا القانون. السلطة التشريعية وأعتقد بأن في الفصل التشريعي الثاني سوف تراقب هذا الوضع وهذا القانون. إذا ما رأت أن هناك حاجة إلى تعديل هذه المواد أو بعض هذه المواد فهذا حق كفله الدستور للسلطة التشريعية باقتراح تعديل أي مادة قائمة لا تلبي الغرض التي صدرت من أجل هذا القانون. نعم سعادة النائب خميس الرومي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نذهب إلى فاصل ونواصل. أهلا بكم مشاهدينا في فقرتنا الأخيرة، نستعرض سؤال الحلقة: هل أنتم مع تجديد القوانين في شأن مشكلة هروب خدم المنازل والتي أصبحت تشكل ضررا كبيرا على المجتمع وعلى المواطن البحريني؟ نعم أو لا؟ تستطيع أن تكتب وتعبر عن رأيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمجلس النواب على الفيسبوك، تويتر والإنستغرام PH Parliament. مشاهدينا ترقبونا في حلقتنا القادمة، سنطرح موضوع حرية انتقال العامل الأجنبي. لكم تحيات طاقم الإعداد والتنفيذ، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.